اليوم راح نكمل البارت الثالث من المحاضرة اللي هو السينس اللي يتعلق بالسميل آن تيست. أنا شوي راح أستعجل لأنه شوي أكو طلاب دراسات عندنا مقابلة وياهم 12:30، بس راح أستعجل. يا طلاب الجروبات تسمعون صوت واضح؟ جروبات وياي؟ يلا تمام خلينا نبدي. Objective learning about this lecture, describe the anatomy of the nasal cavity and its sensory function in smell. Also describe the anatomy of the tongue and sensory function in the taste. راح ناخذ اليوم السينس اللي يتعلق بالسميل and taste، يعني باعتبارهم اكو فد كونكشن بين ذيم، يعني الشم مرتبط بالتذوق، فد حاستين اللي هن واحده مرتبطه بالثانيه. ملاحظين انه الشخص احيانا اذا صار عنده انسداد بالانف يمكن يفقد حاسه التذوق بسبب ارتباط الخاصيتين مع بعض. راح شويه اشرح بسرعه. بالنسبه الى التيست اند السميل اند تيست، بوث ار كلوزلي ريليتد تو ايتش اذر اند بوث ار سترونجلي تايد تو بريميتيف ايموشنال اند بيهيفير فانكشن اوف ذا اور نيرفس سيستم. Taste and the smell cell are the only cell in the nervous system that are replaced when they become old or damaged. يعني هي فقط الحاستين اللي يمكن ان تتجدد او تبدل الخلايا في حالة تقدمها بالعمر او حالة حدوث ضرر بالنسبة الى هذه الحاسة. السميل اللي هو علاقه بالاولفيكيشن، طيب يعني حاسه الشم، والتيست اللي هي جستيشن التذوق. كومبلمنتري سينس ذات ليت اس نو وذر ا سبستنس شود بي سيفد اور افويدد، يعني الحاستين اللي هم من خلالهم يمكن ان نحس بالمحيط الخارجي اذا كانت الروائح يعني طيبه الروائح سيئه، وايضا حتى التذوق، يعني من تتذوق شيء الطعم مالته يكون مو طبيعي مر بيف الطعم مو حلو، هذا نتجنبه احنا، واذا كان الطعم مالته يعني جيد يكون التذوق بشكل مناسب. اذا هي خاصتين مرتبطه مع بعض. طبعا الارتباط هنا عن طريق الكيمو ريسبتر اللي هو ينقل الصفات او ينقل الاشارات الكيميائيه اللي موجوده على سطح التانج، وبالاضافه الى الريسبترات اللي موجوده بالنيزل كافيتي اللي من خلالها راح ترتبط وتنقل الاشارات العصبيه الى الدماغ حتى تفسر بشكل مفهوم. السينس اوف سميل اللي هي تشتمل على اللوكيشن اند ستراكشر اوف اولفاكتوري سيستم او اولفاكتوري ريسبتر، راح يشتمل على الاولفاكتوري ايبيثيليوم اللي هي عباره عن اورجان اوف سميل لوكيتد ان ذا روف اوف نازل كافيتي كفر سوبيريور نازل كونكيه also contain olfactory sensor neurons، يعني هاي خلينا نقول الاناتومي مالت السميل او الاناتومي مالت النويز من خلال اللي راح نشوف انتقال الروائح مثل ما تلاحظون الان بالصوره اللي امامكم، انه الان الشخص عندما يبدي يعني يشتم رائحه معينه راح تدخل عن طريق النيزال كونكي وتصل الى الفاكتوري ايبيثيليوم اللي تلاحظونه مؤشر بالسهم من خلال الرفوف اللي موجوده الرفوف الانفيه، وثم اكو نهايات عصبيه تتحسس عن طريق الاولفاكتوري بلب، ثم تنقل الاشارات العصبيه من خلال الاولفاكتوري تراكت الى داخل يعني تصل الاعازات الى الدماغ لتفسر. لاحظ الصوره الثانيه الريليشن شيب بتوين يعني السينس اند سمير. شوف الشخص قبل لا يعني يتذوق احيانا تشوفون تلاحظون ممكن انه الشخص يشتم الاكل قبل ان يتذوقه، يعني احيانا كثيره احنا من نريد ناكل مثلا بدي نشوف قبل لا نتذوق، يعني يقول لك والله شم الاكل، فانت تبدي تشتم الاكل، الرائحه هاي تنطيك شعور تنطيك اعاز انه هذا الاكل طيب او مو طيب، او هاي الشيء اللي تريد تتناوله بي طعم مميز او ما بي طعم مميز، فلذلك اكو فد ريليشن شيب بتوين تو سينس. الاكتيفيشن اوف الفاكتوري بالب، العمليه هنا شلون عمليه التنشيط الاكتيفيشن اوف الفاكتوري بالب حتى من خلالها انا اميز رائحه الفلانيه عن يعني شلون اقدر اميز الروائح اللي اشتمها انا وما تطلع لي رائحه واحده. الفاكتوري ميكوسا از ديفايدد انتو فور زون،
each zone contain a variety of different receptor. مثل ما تلاحظون الآن بالصورة اللي أمامكم، هاي الألفاكتوري ميكوسة اللي هي يعني ملونة بشكل، مقسمينها إلى زونات. هاي الزون عندك زون لون أصفر، أزرق، أحمر، أخضر. كل واحدة من هاي الزونات بها ريسبترات معينة. هاي الريسبترات بها سنسوري نيرونز متخصصة بوظيفة معينة أو برائحة معينة، ترسل إشارات إلى الدماغ من خلال الأودرنت اللي اكتيفيت نيرون وذن ا بارتيكل زون. يعني هاي اللي تلاحظوها اللي هي الزونات اللي الوان مقسمه هي مكبره من الالفاكتوري بالب، يعني ماخذين مقطع بها حتى يميز لك الالفاكتوري ميكوسه. والالفاكتوري ميكوسه مقسمه الى زونات، كل زون يحتوي على سنسوري نيرونز، وهاي السنسوري نيرونز لها فد اشارات عصبيه تنقل الى داخل الدماغ لتفسر. The olfactory receptors are located in a specialized portion of the nasal mucosa called olfactory mucous membrane located in the roof of the nose near the septum. إذا لاحظ الصورة اللي وراها، هنا الخطوات الأساسية اللي من خلالها، يعني تلاحظون هنا أنا أكو خليلك وردة. هاي الوردة باعتبار تبعث رائحة، الشخص ده يشتم هاي الرائحة اللي هي بها الأودور، روائح يعني، راح تنتقل عن طريق الكونكية وتصل إلى الألفاكتوري بالب. مكبري لك هذا الألفاكتوري بالب، إذا تلاحظون اللي صاير لونه أزرق، مكبرين هذا الألفاكتوري بالب حتى نشوف شنو الخطوات اللي من خلالها نقدر نميز هاي الرائحة. الخطوه الاولى اللي هي الاودورنت بايند تو ذا ريسبتر. بالبدايه هاي اذا تلاحظوها البارتكلز الصغيره راح ترتبط بالريسبترات اللي وين موجوده، موجوده بالولفاكتوري بالب. ثم بعد ذلك هاي الريسبترات سيلز ار اكتيفيتد اند سيند الكتريكال سيجنال. بعد ان تحفزت هاي الريسبترات بواسطه الاودورنت، فهاي راح تنزل شنو، راح تبدي تنطي، راح تبدي تنطي سيجنالز بواسطة عملية التنشيط. لتنتقل إلى المرحلة الثالثة، هاي السيجنالز ار ليد وذ كومبيرد، ما أشوف أنا الآن كونسيرت شلون أكسون، ار ليد فيا كونسيرت أكسون من خلال الأكسون اللي موجود بداخل الأولفاكتوري بالب. ثم بعد ذلك راح تنتقل هاي السيجنال ار ترانسميتد تو ذا هاير ريجن اوف ذا برين. اذا هي خطوه اساسيه تبدا بعمليه التحسس الروائح من خلال الاولفاكتوري ريسبترز اللي موجوده بالاولفاكتوري بالب. بالبدايه راح ترتبط الاودرنت بهذه الريسبتر، ثم ترسل سيجنالز الى داخل الاولفاكتوري بالبس. هذه السيجنالز بعدين تفسر وتنشط، ثم تنتقل بعد ذلك الى داخل البرينز او خلال الاعصاب المسؤوله عن نقل الاشارات الى داخل الدماغ لإعطاء إعاز بعملية الشم. Physiology of smell. Olfactory receptor هسه راح أشرح لكم الميكانيكية وميكانيزم of smell. هسه راح هذا السلايد راح يكون فيه حكي، وراء راح يكون فيه خطوات هو نفسه. Olfactory receptor responds to several different odor causing chemical. هاي مفهومة. هاي وين باوند ريسبترات رائحه معينه، راح يصير عندي فتح تحفيز الى الجي بروتين اللي هو which use cyclic AMP as a secondary messenger. هاي السايكليك اي ام بي يعني خطوه تحفز خطوه، ريسبتر تحفز، حفز للجي بروتين، ثم الجي بروتين نشط لي سايكليك اي ام بي، حتى من خلال السايكليك اي ام بي راح تنفتح قناه الصوديوم كالسيوم اللي تسبب لي دي بولاريزيشن اوف ذا ريسبتر اكشن بوتنشال. والخطوات اللي امامكم يعني من يجي بالامتحان، what is the mechanism of smell, what is the physiology of smell, explain with draw. راح ترسم هذه الخطوات بهذا الشكل. يعني افضل انه ترسم انت المخطط اللي هو عباره عن مخطط بسيط مثل ما تلاحظوا امامكم، اسم فقط. الاودرنت binding to the specific membrane receptor راح يتنشط الجي بروتين سايكليك اي ام بي اللي راح يرتبط ويا السبيسيفيك شانال. هاي السبيسيفيك شانال راح تفتح لي قناه اخرى اللي هي مسؤوله عن الصوديوم كالسيوم قناه، وبعدين راح يصير عندي عمليه الديبولاريزيشن اللي من خلالها انا راح استطيع ان اميز الروائح المختلفه. كلينيكالي اللي هو عندي حاله اللي هي الاولفاكتوري ديس اوردرز موست ريزلت فروم، يعني هاي الانوسيميا. شنو هي الانوسيميا؟ فقدان حاسه الشم، يعني واحد ما يشم.
فيقول لك هاي اكو بيها حالات مختلفه، اما يكون عندك الهيد انجري افتر افكت اوف نيزل كافيتي انفلاميشن نيورولوجيكال ديس اوردر باركنسون ديزيز اولفاكتوري هالونيكيشن. شنو يعني هالوسينيشن؟ بينه هلوسه، هالوسينيشن عمليه الهلوسه يوجوالي كوست باي تمبورال لوب ابيليبسي. شنو ابيليبسي؟ صرع. ابيليبسي الصرع ذات انفولف اولفاكتوري كورتكس. يعني يقول لك اكو فادرينولوجيكال بروبلمز يحدث ممكن ان ياثر على الاولفاكتوري بولز على السيجنالز اللي تصل اليها من خلال الريسبترات، هاي تاثر على عمليه الشم وتؤدي الى فقدان حاسه الشم من خلال التاثير اللي حدث بسبب هذا الانجري او هذا الافكت. هذا بشكل سريع ومختصر الى الحاسه الاولى اللي هي السميل سنسيشن. راح ندخل او راح ننتقل الى الحاسه الثانيه اللي هي التيست سنسيشن واللي هي ترتبط بالتذوق. Most of 10,000 or so taste buds are found on the tongue. يعني مختلف البراعم الذوقيه اللي منتشره على سطح اللسان، طبعا تختلف هنا اشكالها، قد تكون هنا فيليفورم، فنجيفورم، سيركموفيليت. الفنجيفورم اند سيركموفيليت بابيلاي سوري كونتين تيست بود اللي تحتوي على البراعم الذوقيه، وهاي لاحظ الصوره اللي امامكم توضح لنا البراعم الذوقيه مثل ما تلاحظون بالصوره انواعها. Anatomy of a taste bud. Each gourd shaped taste and bud consists of three major cell type. كل وحده من عندنا راح تتكون لي من ثلاثه انواع من الخلايا اللي هي تمتاز بكونها supporting cell. هاي supporting cell اللي هي عباره عن insulate the receptor ودايناميك ستيم سيلز اللي نعزيها الى البيزل سيلز والتيس سيل اللي هي الجاستيتري سيل. طبعا هي الجاستيتري سيلز هي اللي تتحسس التذوق. البيسك تيست سنسيشن، طبعا انا عندي خمس مناطق للتذوق، احنا اللي نعرفها كان سابقا اربعه، ضافوا لها بعد وحده اللي هي الامامي رقم خمسه. فكل وحده لها فد مكان موجود على التانج بحيث انه نستطيع ان نميز هذا نستطيع ان نميز هاي خاصيه التذوق لهذا الشخص او لهذا يعني الطعم من الطعم الاخر. يعني السويت اللي هي طبعا مسؤوله عن الشوجرز، يعني هاي المنطقه الحلوه، والساور اللي هاي اللي هي شنو المنطقه الحامضيه، والسلتي اللي هي المنطقه المالحه تتحسس الملوحه، والبتر اللي هي مسؤوله عن الالكلويد الكوينين اند نيكوتين هاي المنطقه المره، والامامي اللي هي هاي ضافوها اللي هي لها علاقه بالامينو اسيد والجلوتاميك. ودا ضارب لك مثال عليها يقول لك الميت الفيد تشيز تيست، يعني هاي اللي لها علاقه بالجلوتاميك اسيد. To be able to taste a chemical it must. اول شيء حتى انا ابدي اتذوق ابدي احسن انه هذا الطعم واميزه، لازم بالبدايه احنا مو قاعدين عندنا هضم جزئي بالفم، عندنا هضم جزئي بالفم لو ما عندنا هضم جزئي بالفم عن طريق السلايفه. Diffuse into taste، يعني بالبدايه اقول لك be dissolved in saliva. Diffuse into taste poor and contact gustatory hairs، يعني لازم اول مره يذوب باللعاب ثم بعد ذلك ينتشر الى داخل التيست بور، ثم بعد ذلك راح يرتبط بالشعيرات الذوقيه او المسترات الذوقيه اللي هي من خلالها راح اقدر اميز الطعم ويرسل اشارات الى الدماغ. Activation of taste receptor. Binding of food chemical depolarized cell membrane of gustatory epithelial cell causing release of neurotransmitter. يعني بالبدايه راح يرتبط من خلال الريسبترات اللي حدث اللي موجوده بالgustatory epithelial cell، وهاي الريسبترات راح تسوي عمليه depolarization عن طريق ارسال نيرون ترانسميتر. هاي نيرون ترانسميتر binds to dendrite of sensory neuron and initiate a generator potential that lead to action potential. حتى تنفتح عندي قنوات، هاي القنوات اقدر اتحسس منها الذوق. Different gustatory cells have different threshold for activation. خلينا نشوف المخطط الوراء.
هذا مختصر الى انه عمليه التذوق اللي نحسها احنا small to medium size molecule dissolve in saliva تروح الى التيست بور ترتبط بالريسبتر، الريسبتر هاي يسوي لي اكشن بوتنشال، بعد ذلك راح تكون عمليه التحسس الذوقي. هذا بشكل مختصر. هسه راح ننتقل على السلايد اللي وراء اللي هو بشرح، والسلايد اللي وراء راح يكون بصوره. عمليه التيست ترانزدكشن كاستيتري ابيثيليال سيل ديبولاريزيشن كوست باي، يعني شلون الديبولاريزيشن اللي تحصل بالكاستيتري ابيثيليال سيل شلون تتميز، يعني شلون اعرف هذا مالح حامض مر حلو، شلون اميز هذا الشيء؟ اكو فد مناطق معينه، هاي المناطق المعينه اللي يتحسسها اللي تسوي ديبولاريزيشن كوست باي سولتي تيست، يعني اذا كان الطعام مالح اس دي يو 2 صوديوم الفلكس، انه صوديوم من ملح الطعام جاي، فاذا اذا كان الطعام مالح اذا راح يتحفز عندي، راح يصير عندي ديبولاريزيشن المن الى منطقه اللي هي تدفق لي او تدفع لي الصوديوم الفلكس حتى يسبب لي كوزز ديبولاريزيشن. الساور تيست هذا الحامضي راح يفتح لي شنو؟ راح يفتح لي قناه الهيدروجين اكتنج باي اوبننج شانل ذات الاو تو اكشن تو انتر، نفس الشيء ايضا حتى يسوي لي عمليه التحسس الذوقي الخاص بالحموضه. اليونيكيو ريسبتر اللي هي مرتبطه بالسويت والبتر اند اومامي بات اول ار كابل تو جي بروتين، هاي ترتبط بارتباط اخر تنفتح قناه الجي بروتين اللي هي ميزوها عن من؟ عن الصوديوم وميزوها عن الهيدروجين. اكتيفيشن هاي العمليه مالت التنشيط اكتيفيشن كوزز ريليز اوف ستوريد كالسيوم ذات اوبن اكشن شانل كوزز ديبولاريزيشن اند ريليز اوف نيرو ترانسميتر، هاي عمليه اللي تحسسها اللي صارت بالابيثيليال سيل جاستيتري ابيثيليال سيل واللي انفتحت من خلالها الاقنيه اللي تحسست الملوحه والحموضه الطعام الاخر او التيست الاخر، كلها القصد من عندها انه يصير عمليه ديبولاريزيشن حتى تنفتح لي قناه نيرو ترانسميتر اللي تنشط من خلالها الادينوسين تراي فوسفيت. هذا يعني حكي مختصر اختصرناه قدر الامكان، طبعا هو يعني موضوع اكبر من هذا الشيء، يعني اذا اريد ندخل بتفاصيل اكثر اوسع، ولكن انا اختصرتها بالشكل اللي انت تفتهمه خطوه خطوه. المخطط الوراء او الصوره اللي امامكم الوراء نفس العمليه، هنا نقسم لك اياها اذا تلاحظ سويت بتر سالت والساور، نقسم هاي الطعام الاربعه اللي من خلاله مثل ما تلاحظون بالنسبه الى السويت احنا قلنا راح يرتبط بالجي بروتين راح يفتح لي سايكليك اي ام بي، بالنسبه الى البتر الى علاقه بالكالسيوم، بالنسبه الى الصوت الى علاقه بالصوديوم، وبالنسبه الى الساور اللي الى الحامض الى علاقه بالهيدروجين. اذا هاي عباره عن مركبات كيميائيه يراد لها عمليه تنشيط، شلون عمليه التنشيط حتى تسوي لي ديبولاريزيشن؟ من خلال تنشيط منطقه معينه نتيجه للتيست اللي ذوقه الانسان، حامضي، مالح، حلو والى اخره من التذوق. جاستيتري باث واي، 3 مين كراينال نيرف بيرز كاري تيست امبلس فروم ذا تانك انتو برين، انا يعني هذا الحكي له علاقه شويه بالتشريح. بس انا اكو ورا شيء اريد افهمكم اياه. 3 مين، رجاء خلي بالك وياي، 3 مين كراينال نيرف بيرز كاري تيست امبلس فروم، يعني ثلاثه من النيرفات اللي تنقل الاشارات العصبيه من التانك الى البرين. اللي هي الفيشيال نيرف وجلوسر فرانجل نيرف والفاغس نيرف. اذني الفايبر سينابس انتو ذا سولايتري نيوكلوس اوف ذا ميدل ذين ترافل تو ذا ثالاموس، ده يشرح لك شلون عمليه النقل. اند ذين تو ذا جاستيتري كورتكس ان ذا انسولي. هايبوثالاموس اند ليمبيك سيستم ار انفولد الاو تو ديتيرماين ابليكيشن اوف تيست. انا اريد احول على الثاني بس للغايه. اي حتى تكون مفهوم. هنا شنو القصد من عنده؟ انه اذا تلاحظون امامكم بالصوره انه ثلاثه اللي هي الفيشيال نيرف والجلوسوفرنجايل نيرف والفاغس نيرف اللي تلاحظون هذني ثلاثتين هن اللي ينقلن الاشارات العصبيه الى داخل السولاتري نيوكلاس اللي موجوده امامكم قريبه من منطقه البونز. ثم بعد ذلك راح تنقل هاي من الثلامك
النيوكلاس الى داخل منطقه الجاستيتوري كورتكس. هذا القصد من عنده، انه هنا عمليه فقدان التذوق تكون نادره الحدوث بالنسبه الى مقارنه بعمليه الشم. ليش؟ لان تلف اعصاب تنقل، فمن النادر ان التلف اعصابيه التي تصاب بالضرر على عكس عمليه الشم. انا هذا لذلك شويه دخلت بالتشريح، يعني مو الماده يعني لها علاقه بالشغلات التشريح، انا ما اجيب لكم الامتحان هيك، بس اريدك تفتهم انه من نحكي على عمليه التذوق ليش نادرا تحدث عمليه فقدان، لانها تتغذى بثلاثه اللي هي الفيشل والدوسي فرنجل والفاغس، اللي ثلاثه من الربطن الى سولاتر نيوكلوس، وبعدين راح يدخلن الى منطقه البونس، ثم يدخلن الى منطقه الكورتكس عن طريق الجاستيتوري كورتكس. مفهوم؟ تمام. كلينيكالي الهوميوستاتيك امبالانس، يعني دا اقول لك هنا شنو المشاكل اللي ممكن ان تؤدي الى فقدان عمليه التذوق. التيست ديس اوردر ار ليس كومن ذان ديس اوردر اوف سميل موستلي بيكوز تيست ريسبتر، هاي اللي حكيناها، ار سيرفد باي ثري ديفرنت نيرفز. نادرا ما يصير عمليه انه الشخص يفقد التذوق، لكنه فقدان الشم وارد. Not likely that the three nerves would be damaged at the same time. Causes of taste disorder include. يعني شنو اللي يسبب عندي فقدان عملية التذوق؟ شنو يشمل؟ يشمل عندي upper respiratory tract infection. وملاحظة هذا الشخص من يبدي يصاب بالupper respiratory infection، يعني راح بهالحالة يقول لك أنا مثلاً ما ظليت أتذوق بسبب شنو؟ طبعاً ما يتذوق هو، بسبب إنه فقد حاسة الشم. يعني هن اثنين مرتبطات، يعني إذا ما تشم أنت ما تتذوق بهذا الشكل. يعني هيد انجري ايضا، الكيميكلز اور ميديكيشنز، هيد اند نيك راديشن اند كانسر فور كانسر تريتمنت، زنك سبلمنت مي هيلب سم اوف كوزز راديشن ادوس تيست ديسوردر. يعني يقول لك علاج ممكن انه باستخدام ماده الزنك ممكن انه يعدل من وضع فقدان التذوق. أنا شوية استعجلت قلت لكم لأنه شوية أكو طلاب عندنا مقابلة وياهم طلاب دراسات، شوية صارت المحاضرة سريعة بس هي مشروحة، ومع ذلك يعني إذا واحد عنده سؤال هم ماكو مشكلة يقدر يدز رسالة على التليجرام نوضح له الأمور. What is the mechanism of smell؟ شوف أنا جاي أركز على الميكانيزم لأن مهمة. وآز أريكم smell and taste are closely related to each other. Smell olfaction and taste complementary sense that let us know what the substances should be saved or avoided. Olfactory mucosa is divided into four zones and olfactory receptor respond to different odorant causing chemical taste but are found in papillary of the tongue mucosa. وعندي خمسة أنواع من ال sensation اللي لها علاقة بالtaste basic sensation. وفاينالي gastritary epithelial cell depolarization caused by the salty taste, sour and other receptor for sweet, butter and umami. إذا أكو سؤال مثل ما قلت لكم ممكن أنه يعني تراسلوني على التليجرام نوضح لكم الأمور المبهمة. وأنا أعتذر شوية كنت مستعجل بس قلت لكم شوية عند ارتباط. إن شاء الله بكرة راح ناخذ محاضرة الهيرينج، الساعة الأولى راح تكون هيرينج اللي هي نختم بها السبيشال سينس، اربع ساعات سبيشال سينس. الفيجن قسمناها تو لكتشر، والسميل اند تيست بلكتشر، والهيرنج اند اكوليبريوم راح ناخذها بمحاضره ايضا محاضره مهمه. الهيرنج والاكوليبريوم محاضره جدا مهمه لان لازم شلون تسمع وشلون تتوازن، سمع وتوازن. والساعه اللي وراها ان شاء الله راح ناخذ عندنا محاضره واحده اللي هي البودي تمبرتشر ريجوليشن، ايضا محاضره مهمه. أنا ما عندي شيء، الفورم ما راح أدزلكم لأن مستعجل، يعني أخذوا راحتكم. هذا ستوب ريكوردينج.